السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. فيديو جديد النهارده جاي لكم مقدمه اهدى مكان في العالم. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي في وسط البلد. فيديو جديد النهارده. فيديو هيبقى حماسي بالنسبه لنا وبالنسبه لكم لاننا النهارده قررنا ان احنا ننزل في وسط البلد في اهدى مكان في العالم زي ما انتم سامعين كده بالظبط، ونجرب كل العربيات اللي هتقابلنا لحد ما نروح. يعني هناكل اكل الباعة الجائلين وشرب الباعة الجائلين لمدة يوم كامل. احنا هنبهركم النهاردة، هتشوفوا عربيات عمركم ما شفتوها في التاريخ. اي حاجة هتقابلنا واحلام بلد. اي بقى مشروبات، اي حاجة هتقابلنا هناكل منها. هنعرف نوري. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم والكومنت الجميل، كومنتاتكم حلوة قوي. اشتركنا عند الاشتراك الحمراء. بس ما تنسوش بقى ان احنا وصل الفيديو ده ل 50,000 لايك. يا جماعة انا لابسة حتة قوي تفيد، ما ينفعش اجيب وسط البلد. ما كانتش عارف ان احنا جايين وسط البلد. يلا بينا يا جماعة نبتدي الفيديو. سيبك جنيه ودي بكام؟ بجنيه و2 جنيه. الجنيه والكبيره ب2 جنيه. هاخد ال20 ب10. يعني الواحده بكام؟ بص دي لا انا اسفه. هات لنا 5 ب5. ال10 ب10. ما هي هي ال5 ب5 هي ال10 ب10. هات لنا 3 ب5 وخلاص، معلش انا غلطانين. 3 بس؟ انا كده ما بحبش الدين، انا كده ما بحبش الدين. هاكل 2 وانت كلي واحده. عايزه ايه؟ لا لو مش مستويه مش هاكلها. افتح لي واحده اكلها دلوقتي. هي كله دلوقتي. كله دلوقتي؟ اه كله دلوقتي. لا دي شوف انا انت تاخد اثنين طيبه، واحده مش مستويه واحده مستويه. هات لي بقى انا واحده. وريهم يا بنت العربيه. مرشدين سياحيين وبنصور جمال وعدم الفرق. يلا هاخد الاثنين بثلاثه. بس دي فصل فين؟ الله يسترك. يلا تمر ولله العمر. ما جابهاش الصبر. في تاكسي كان هيفرمنا. شكرا، تسلم ايدك. شكرا. واو التمر يا جماعه ده رطب القلب. وبيبقى طبيعي بقى بتاعهم ده، بيبقى اللي هو التمر الهندي المر. لا المزز مش اللي هو التاني اللي في. لا مش هو، ما فهموش هو التاني فين، بس يعني عادي. يلا بينا نشوف اللي بعده. وحشة. بص بقى. بصوا يا جماعة كبد وقوانس. احنا عايزين كبد وقوانس بالليه، مش أي حد يعرفها غير هنا وأحلامي. احنا يا جماعة في شارع محمد علي. هو في أول شارع محمد علي. أحلى كبد وقوانس ممكن تاكلوها في حياتكم. هو أصلاً في حد يعرف إن في كبد وقوانس بتتباع في الشارع؟ لا احنا بس. واحنا بنيجي هنا مخصوص عشان ناكلها. الرغيف بكام؟ رغيف ب 10 يا جماعه. انا عارفه انا اللي بقول لك. احط لكم كده معاها طماطم بكمون جامده قوي. يلا هات لنا رغيفين. عايز اكتر؟ لا هو احنا رغيفين يا جماعه، لسه في واحد تاني بتاع عربيه كبده قدام نجيب منه. يلا احلام. قولي الاول وبعدين حاسبين. بصوا يا جماعه ريحتها جامده. بصوا السندوتش اهو رغيف متطبق كده جوه بعضه وعليه كبد وقونس وعليه الطماطم. يلا بصراحة حلو، بس خدوا بالكم عشان بيبقى بينقط زيت كده. جامد كبد وقونس. وبعدين قدامكم المحلل، ما تتكسلوش تاخدوا تاكلوا على النوم. شوفوا احلام. يلا يا جماعه واحدة بس تكون ساعة. اي يلا بس يا جماعه احنا جينا عند عربية الكبدة اللي ورايا دي، هنجيب منها طلبين دي كبدة بلدي. كبدة بلدي هو بيقول. محدش يقول لي احلام في الكومنتات. الحباية دي معرفش. محدش يقول لي في كومنتاتي احلام انت تعبانة، عشان انا فعلا تعبانة يا جماعة، بقالي يومين ما بنامش، فالحمد لله. المهم هنجيب دلوقتي طلبين كبدة على كفتة صح؟ مش عارفة كبدة على كفتة. احنا دلوقتي قاعدين مع حد بنتكلم مع الراجل. الراجل لابس تيشيرت يخش يهضبنا. فايه والله يا جماعة يعني ربنا. بص السندوتش ملفوف بحيث ما تشوفيش ايه جواه، دي اول حاجه. لا بصوا يا جماعه السندوتش اهو في كبده وفي كفته اهي، وفي جرجير وطماطم عندي اهي اللي انت ما عندكيش. وجرجير وطماطم بسيط وحبه طحينه. انا ما عنديش طريقه. انا عندي بس اتوقع ان احنا النهارده هنروح نشتري. ما تنزليش الترابيزه.
يلا بسم الله بسم الله. انا مش عايزه يا جماعه اقول ان هو مش حلو عشان بتقولوا لي لا لا هو مش حلو. انت قطعي رز بس هو مش حلو فعلا مش حلو. واحد من طبق مخلل هنا اهو يا جماعه خدوا بالكم احنا في شارع محمد علي وطبق في قرون فلفل متاكل منها عادي وانت تكمل ورا الزبون دي مسيره. ده بلدي جميل صح. لا مش عارف ده كملها. طب فين الكفته؟ اهي كفته احلى. 22 جنيه دي ضامي؟ 22 جنيه؟ اه متأكدة؟ هنسيبهم له ولا هنعمل ايه؟ يلا يا جماعة نشوف اللي بعده ايه؟ ما تقللوا شوية. شوية بقى نشوف روح بخمسة؟ مانجا على مانجا على ايه؟ على فراولة؟ مانجا على فراولة على موز بس جامد والله. أنا عصير ده بشرب من عنده على كل حاجة. كوكتيل يعني. كوكتيل بخمسة جنيه. يعني تحيا ما نخلص طيب نشرب. بدل ما نقول كنا هنهرب. ما احنا مسؤولكم. خدي من جيبي. بقول لكم ايه جامد والله جامد. يستاهل ال 5 جنيه. أول ما بيطلع الرمان بقى بيبقى حاطط فيها بنتي أحلام رمان وحتت فراولة بيبقى جامد. حلو. زي الفل. عايزين نجيب فشار يلا. عايزين العلبة بكام؟ 7 و10 فشار غالي قوي ده كده. هاتي بسبعة بس. لا واحدة بسبعة. بس طلع التلاتة جنيه الأول عشان لو قلت معيش فكة مش هناخد ال 10. طب إيه رأيك؟ هديك 2 من ال 10 ب 15. لا لا احنا عايزين واحدة بس. طب ما تدينا ام 7 ب 5. احنا عايزين واحدة بس. واحدة بس؟ اه. لا عايزين واحدة، أنت بتعبي وخد احنا عايزين واحدة بس. يا بنتي أصلاً عايزة بس كده أنا هعمل معاكوا واجب. لا احنا مش عايزينك تعمل معانا واجب، احنا عايزين واحدة بس. الناس هنا بتعمل الواجب معاك إجباري. أنت لازم بتعمل معاك الواجب. يلا. هات 3 جنيه. مع إني المفروض أديك 5 بس. بس 5 بس خلاص مش مهم. هي بجنيه. يلا معلش هم قالوا لنا يا مين تسلم ايدك قولوا لنا في الكومنتات يا جماعه احنا اتضحك علينا اتضحك علينا في الفشار ولا لا. هو ما اتضحكش علينا هو رزق خلاص. مش انا قلت لهم الفشار ده شكله بايت هنجيب واحده بس وفعلا هو ده. يلا يلا ممكن حد يقابله يقول لنا قطعته رزق بس احنا بنروح الحقيقه لو قلت ما تجيبوش منه. هنشوف يلا هنعمل ايه تاني يلا بينا. انا جاي اجيب كسكسي من العربيه دي بكام العلبه؟ هات لنا واحده بسبعه ب 10 هات واحده ب 10 تظبطها لنا بقى. اسمع يا ريس كسكسي وجيت خد معلش يا جماعه شكله هيطلع جامد. ما جبتوش معالق ولا ايه؟ فيهم جوه في ايه؟ اصلا مش شايفه المعالق الصراحه. انا جبت علبه كبيره يا جماعه. انا اكتر حاجه بحبها في الحياه هو الكسكسي. خد لو راجل ايه مظبطه وحاطط فيه سمنه. بصوا حاطط سمنه وحاطط ايه وزبيب وكنافه. حاطط زبيب وحاطط كنافه. بصوا مش عارفه انتوا هتبقوا شايفينها ولا لا بس اهي يا جماعه بيتقلب قلب اهي اهي شايفين. بقول لكم ايه جامد. طبعا عمالين نحلي ونحدق نحلي ونحدق لحد ما يجي لنا. انا اصلا تعبانه لوحدي. انا اصلا تعبانه جدا جدا النهارده يا جماعه من التعب. انا بقالي يومين ما بنامش من التعب واكيد باين على شكلي طبعا ان انا مش نايمه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بقى لي كتير قوي ما اكلتوش والله. حلو قوي. الله قلبه كده اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ياه تحفه. بقول لك ما تاكلش من الشارع عشان ما جالكش تسمم. لو جه كان معانا هيموت معايا. اما تيجي نروح بقى احنا المفروض بقى نروح نعمل تحاليل صح؟ احنا المصريين عندنا مناعه. بجد تحفه جامد. يا رحمة جبت علبتين ليك كنت انا وانت هناكل علبه. هي اكلت العلبه اصلا. انا ما كنتش عارف ان هو حلو كده. المهم يا جماعه بقى ناكل الكسكسي ده ونشوف اللي بعده. اضرب كام يا حاج؟ عايزه واحد.
بس دورة عشان انا ما بحبش الدورة، فانا هاخد منها قطمة بس وخلاص عشان يبقى ايه كملنا. معكش ورقة اللي هي بتاعت الدورة؟ يا والله كان نفسي فيه من زمان. الحمد لله قابلنا متابعين كتير قوي النهاردة في الفيديو ده يا جماعة. شكرا يا عم. يا جماعة الدورة خدي دول ورقتين تروح عاملة كده. ايه ده انا مش عايزه نص، لا انا هاخد حته بس هوريك بتتاكل ازاي، بس هتروح ماسكاها كده تعالى بصوا بتطلع البخار بتاعها جميل. سخنه ما لسه بقول لك سخنه. انا تهورت هتفضلي تاكلها كده داير ما يدور داير ما يدور على طول. انا بحب بس مسكره جميله. واو انا الدوره ما بحبنيش بقى ليه يا حمد غامضه. تاكلها في شهر وبعد كده تسيبها وهي كوز. عارفين انا باكلها بالزبده، الدوره الصفراء بالزبده، لكن كده انا ما باكلهاش المشويه دي. جامده. حلال عليك. شكرا. يلا اللي بعد. احنا سميتها احلام. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي لقينا في الشارع واحنا ماشيين استنوا يا رب النور يبان. لقينا سميت. احلام بتحب السميت قوي. عشان محمد هو هنا بيجيبولي دايما. بجد؟ برضه من نفس المكان. استنى يا عمو بقى يا عمو ما تستنوا يا دائر. احنا يا جماعه واقفين على كوبري 6 اكتوبر. بصوا الناس كلها واقفين. بصوا هيضربونا. حاضر. سأل الله يعني الولاد. حاضر. شكرا. شكرا. ايوه اتفضلي يا احلام. دي جبنه مش اخوتنا العربي مش عارفه جبنه مش دي ايه. على دي جبنه قديمه وريتها لكم قبل كده في فيديو. كان بتتاكل. واحنا على الدائري. احنا على الدائري يا جماعه. ها بصراحه جامده. بس يا جماعه وكده خلصنا بقى عشان خلاص طالعين على الدائري. ما لقيناش عربيات ثانيه ولا احنا كمان تهنا ولقينا نفسنا طلعنا على 6 اكتوبر على طول. بس احنا في ايه ده احنا فوق الدائري. فلو عجبكم الفيديو ده وصلوا له 50000 لايك وننزل نعمل لكم جزء ثاني. يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. تصبحوا على خير. باي باي.